بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة على دروس الوحدة الأولى لمنتصف الفصل الدراسي الأول لمادة التربية الإسلامية، فمع الدرس الثاني ألا وهو من شعب الإيمان. هذا الدرس أو هذا الحديث حفظ سيأتيك في الاختبار، اكتب الحديث من حفظك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، فما اسمه وما نسبه؟ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كنيته كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لأنه كان يحمل هرة في كمه. إسلامه أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي، وقدم المدينة وقت فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة. فضله وأعماله من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، بسبب ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. أما عن عبادته فإنه رضي الله عنه كان يجزئ الليل ثلاثة أجزاء: جزء لقراءة القرآن، وجزء يتذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزء آخر ينام فيه. جهاده شهد رضي الله عنه مؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك. أما وفاته، توفي رضي الله عنه سنة 59 للهجرة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. السؤال: علل اهتمام العلماء والأئمة بهذا الحديث الشريف. الإجابة: لأنه كالداعي إلى بقية شعب الإيمان. علل عدم تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لشعب الإيمان في الحديث الشريف، وذلك لأن المسلم يجب عليه أن يجتهد في تحصيلها وجمعها من خلال تتبع نصوص الكتاب والسنة. عزيزي الطالب، عرف الحياء واذكر دليلا على فضله. نعم، الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح وفعل الجميل، والدليل على فضله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. سؤال: ما الذي يدل على عظمة الشريعة وسماحتها من الحديث الشريف؟ نعم، أنها جعلت من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل يسير، ولكن جعله الإسلام من شعب الإيمان. شعب الإيمان كثيرة، منها شعبة لازمة لكل مسلم، لن تصح أي شعبة إلا بصحتها، وهي إماطة الأذى عن الطريق، الإيمان بالغيب، لا إله إلا الله، الحياء. أيهما صحيح؟ نعم، هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. شعب الإيمان كثيرة ومتعددة، منها أركان الإيمان وأركان الإسلام، وتحتهما شعب وفروع عظيمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم
اقتصر في حديث شعب الإيمان على 3 فقط، وذلك للإيجاز وعدم التطويل، أم لذكر الخاص بعد العام، أم لأنهما أهم الشعب، أم أنهما على سبيل المثال للحصر؟ نعم يا شباب، إنها على سبيل المثال للحصر. الإيمان بالله هو تصديق بالقلب فقط، أم تصديق بالقلب وسلامة النية، أم إقرار باللسان وعمل الأعضاء، أم تصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح؟ أحسنتم يا شباب، هذه هي الإجابة الصحيحة، تصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. الإيمان يعد 40 شعبة، أم 70 شعبة، أم 50 شعبة، أم 80 شعبة؟ نعم يا شباب، كما ورد في الحديث، الإيمان 70 شعبة. أعلى شعب الإيمان هي، أحسنتم، كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. أدنى شعب الإيمان، نعم، إنها إماطة الأذى عن الطريق. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المراجعة، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح.